هل يا ترى هل ترى مصر معتمدة فقط على الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ وبالمناسبة اللي هي مهمة جدا 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 لنمو الاقتصاد المصري وتحديثه وتوطين التكنولوجيا والصناعات المعقدة فيه والصناعات المتطورة أيضا، ولا لا؟ أقول لك هي مهمة، بس هل هي معتمدة على ده بس؟ ولا انه مثلا يقول لك اصل مصر معتمده على اتفاقات كبرى زي راس الحكمه وممكن حاجات تيجي بعدها، حاجات تيجي مع يعني الى اخره. لا، مصر مش معتمده بس على كده، مصر معتمده على انها بتعمل اعاده هيكله او اصلاح هيكلي في الاقتصاد المصري بالكامل. مصر بتشتغل على زياده ايراداتها الذاتيه كمان، ومن حاجات كتير من ضمنها الصادرات السلعيه والصادرات الزراعيه بتاعتنا. يعني لازم نحط أرقام. أنا مثلا في الربع الأولاني من 2023 صدرت بكام؟ وفي الربع المماثل لي من 2024 صدرت بكام؟ أنا بكلمك هنا على الصادرات السلعية. أنا أقولك أنا عندي فرق تقريبا حوالي 300 مليون دولار إيجابي. يعني أنا السنة دي صدرت ب 9 مليار 612 مليون دولار في أول ربع. كام؟ 9 مليار 612. السنة اللي قبلها كانوا 9 مليار تقريبا 312، فأنا حققت فرق زيادة 300 مليون دولار. يا رب نيجي على آخر السنة نبقى محققين أكتر من كده، يعني نلاقي نفسنا محققين مش بقى 1.2 مليار، يا رب يبقوا 1.5 مليار 2 مليار، مين عارف. طيب خليني أفهم إيه السر وراء هذا الموضوع، ونفهم أكتر من مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ يوسف، عامل إيه؟ إزاي الصحة؟ حضرتك بالصحة والسلامة وألف مليون مبروك برضو. يعني الحمد لله سبحانه وتعالى الإيراد الربع ده أحسن من الربع اللي فات، أحسن من الربع بتاع 2023 الربع المماثل. الحمد لله، وأنا كنت مع سيادتك في شهر يناير اللي فات. صحيح. سيادتك أوعدك إن إحنا أيوة إن شاء الله كدولة مصرية صادراتنا تزيد، فاحنا طبعا الربع ده احنا بنقيس كل ربع بربعه. ايوه. قيسنا الربع اللي في 23 اللي هو الفتره من يناير لمارس للفتره من يناير لمارس 24. صحيح. والنهارده كان في اجتماع مع دوله رئيس الوزراء لمناقشه هذه الارقام والتاكيد على ان لازم الصادرات المصريه تزيد السنه دي من 15% ل 20%. حلو قوي، الحمد لله. وعشان كده كان في تكليف للمجالس التصديريه النهارده لوضع رؤيه محدده واهداف محدده ليها للزياده 15-20%، واجتماع مع دوله رئيس الوزراء تاني خلال اسبوعين لمناقشه التحديات اللي هذه المجالس المطلوبه من الحكومه المصريه تذللها ليهم لزياده الصادرات المصريه. طب ده كلام عظيم جدا. طب هنا اول سؤال يا فندم، احنا حجم الصادرات بتاعنا زاد كما وسعرا ولا سعرا بس؟ يعني حجم الفلوس اللي زاد ولا حجم الفلوس زائد اطنان الصادرات؟ بص يا فندم، هي المشكله كلها في الاسعار العالميه. هات سيادتك مثل واضح وصريح، الصناعات الكيميائيه. الصناعات الكيميائيه كاطنان زادت ككميه، زادت حوالي 2.5%. كويس. ولكنها هبط اسعارها في السوق العالمي، وبالتالي هي بتوع الصناعات الكيميائيه كتصدير كقيمه قلت. ماشي. فبالتالي احنا كل قطاع يقدم ليه حاجه رؤيه مخصصه، يعني حاجه خاصه بتاعته. في بعض القطاعات بتزيد، في قطاعات اوزانها بتزيد بس سعرها بيقل. فبالتالي احنا بندرس كل قطاع على حده، ما نقدرش نقول الموضوع في الصادرات المصريه. وده وزاره التجاره والصناعه يمكن دائما وابدا في تواصل تام مع المجالس التصديريه بهذا الموضوع. أيوة. دراسه الاسواق ودراسه فتح اسواق جديده مع التمثيل التجاري. التمثيل التجاري بيعمل دور مهم جدا خلال الفتره الماضيه، فتح اسواق جديده، هيئه المعارض بتعمل المعارض عشان تجمع الناس عشان تفتح الموضوع. يمكن توجيه دوله الوزراء النهارده لابد من فتح اسواق جديده للصادرات المصريه عشان نقدر نزود من 15 ل 20. لازم نشوف منتجات تقدر تساهم في هذه الزياده وفي نفس الوقت اسواق جديده لهذه الصادرات. طيب ايه في راي حضرتك يا باشمهندس عصام ابرز التحديات قدام صادراتنا؟ ابرز التحديات هي المنافسه. لازم تكون جوده، الحمد لله الفتره اللي فاتت الصادرات المصريه اثبتت كفاءتها وجودتها بنسبه عاليه جدا. هدي سيادتك مثل صغير في الصناعات الهندسيه. الصناعات الهندسيه ماشيه بخطه ثابته، يمكن السنه اللي فاتت الصناعات الهندسيه زايده بنسبه 12%، في الربع دوت الصناعات الهندسيه زادت بنسبه 26.8%. ما شاء الله، الحمد لله.
يعني الصناعات الغذائيه زياده المره دي 23%. احنا بنتكلم في يعني في عندي سبع قطاعات من 13 مجالس القطاع التصديري زايدين بنسبه 15-20%. طيب يمكن انا اتذكر انه فخامه الريس كان حاطط زي رقم قال يا جماعه انا عايز اشوف الصادرات المصريه 100 مليار خلال 3 سنين، واعتقد انه هذا الرقم زاد برضو ايضا، يعني الرئيس حط حد تاني اعلى من كده اظن ويوصل لحوالي 120. بس الرئيس قال حاجه مهمه جدا في واحد من اجتماعاته في نهايه عام 23، قال احنا عايزين المكون المحلي نسبته تبقى اعلى عشان اقدر احسب بالظبط حجم صادراتي من المنتج المصري عامله ازاي. اللي هو يا فندم التوجيه لدوله رئيس الوزراء وسيد وزير التجاره والصناعه، وهو تعميق المنتج المحلي دائما وابدا. لازم مفيش دوله هتمنع الاستيراد، بس تقليل الواردات بتوطين صناعه مصريه. انا ما اقدرش اقول انا هستورد سلعه ب$9 واصدرها ب$10، دي مش تسمى الصادرات. عشان كده دوله رئيس الوزراء النهارده وسيد وزير التجاره والصناعه بياكدوا على تعميق الصناعه في جميع الصناعات وكل الصناعات. ممكن السنه اللي فاتت كانت ازمه، احنا خلقنا منها فرصه كويسه جدا، في صناعات كثيره جدا وطنت صناعتها وبدات تنتج مستلزمات انتاج للصناعات الاخرى بجوده عاليه جدا. طيب ده شيء عظيم يا رب، اللهم بارك، الف مبروك مره ثانيه، وان شاء الله في الحساب الختامي بتاع اخر السنه نبقى اعلى من كده كتير بامر الله. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك جدا يا فندم كل الشكر، المهندس عصام النجار رئيس الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات.